عارفين زهراء المعادي؟ الحي الراقي في قلب القاهرة، واحدة من أرقى أحياء البلد، النهاردة مع الأسف بتتحول بفعل فاعل بأمر آمر بحكم حاكم لزهراء الكباري. قبل كم شهر كان عبد الفتاح السيسي في زيارة محور حسب الله الكفراوي وزير الإسكان السابق، وقال لك خلال جولة لمحور حسب الله الكفراوي السيسي تنفيذ كباري موازية للدائري بدون تقطعات والانتهاء من مشروعات الطرق القاهرة قبل شهر رمضان. الكلام ده كان في فبراير 2022، يعني قبل حوالي سنة ونص. وبالفعل بالأمر المباشر تم عمل مجموعة من الكباري الموازية لمحور حسب الله الكفراوي. بالمناسبة حسب الله الكفراوي لوحده حسب كلام وزارة النقل مصروف عليه 1,200,000,000 جنيه، وما كناش محتاجين. المحور ده اللي هيربط خمس مناطق، خمس طرق: طريق الأسمرات، طريق القطامية، وطريق الدائري، والأوتوستراد، والمعادي. وتم إنشاء أربع كباري فوق الكوبري الأساسي بطول 2.8 كيلو متر مربع. أنت متخيل 8.2 كيلو متر مربع دول ماشيين فوق دماغ المواطنين؟ بيوت اتهدت، وبيوت كانت قدام الهوا بقت تحت الكوبري، وناس اتشردت، محلات اتهدت. وقال لك السيسي يواجه بسرعة الانتهاء من كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد. وده بقى الكوبري اللي بيتكلم عنه أهالي المعادي، وقال لك كله بالأمر المباشر، لدرجة إن شارع مثلا زهراء المعادي واللي تم رابطه بالأوتوستراد من خلال محور حسب الله الكفراوي النهاردة تحول وكأنه منطقة حرب. 600 أسرة مرمية في الشارع، حوالي 72 عمارة بتتهد، مدارس، مناطق خضراء. شايف المنطقة دي كده اللي هي واحدة من أكتر المناطق المزدحمة في المنطقة في القاهرة، قصدي في منطقة المعادي، مرة واحدة ما فيهاش غير اللودر والجرار والحفر والردم، كل ده لاجل سواد مجموعة كباري مرة واحدة بتتعامل في هذه المنطقة، منطقة زهراء المعادي. درجة ان السكان منطقة نيركو، عارفين نيركو دي؟ واحدة يا معلمي من ارقى المناطق اللي موجودة في المعادي، مرة واحدة تبقى انت عايش في بيتك اللي هو المفروض في حي راقي، المفروض ان انت اشتغلت واجتهدت ودفعت فلوس كتير عشان تسكن في المكان ده، فتفاجأ ان محور حسب الله الكفراوي يخترق كوبري المعادي ويعملوا كوبري في منطقة نيركو بالمعادي. الكوبري ده هيعمل ايه؟ قالك هيحول المنطقة دي لمنطقة عشوائية. تبقى انت عايش في حي في منطقة راقية ويعملوا قدامك كوبري 16 حارة وبينك وبينه 30-40 متر، وكمان الناس اللي في الدور الاول والتاني والتالت والرابع كلهم موجودين تحت الكوبري. ضيف بقى الدوشة، ضيف اصلا ان المنطقة ليست في حاجة للكوبري. انت بتعمل كباري بدون دراسة جدوى. السيسي واقف فوق محور حسب الله الكفراوي قال لهم اعملوا لي اربع كباري تاني. اعمل لك اربع كباري؟ طب في بيوت، في عمارات، في حدايق، في ناس عايشة، في ناس بتسترزق، في محلات. قال لك ابدا. وده مرة، ده مرة واحدة دي النازلة بتاعت نيركو اللي موجودة في المعادي. الناس اهالي المعادي عملوا حملة بعنوان المعادي ترفض كوبري نيركو من أجل إيقاف هذا الكوبري. معايا فيديو الكاميرا الوزير واللي بيقول إحنا هنرفع كفاءة الطرق فقط في منطقة المعادي. ده الكلام اللي قاله كاميرا الوزير. فوجئ المواطنين إن في على الأقل 600 أسرة مرمية في الشارع بسبب هدم بيوتها. نتابع. لان احنا عايزين حرم السكه الحديد نحافظ عليه ايا كان بقى اللي عليه ده، مشتل والورشه، بيت، عشه، لازم يتشال. طب احنا قبل كده كنا بنعمل طريق في الحته اللي ينفع فيها طريق، وقبل كده في العباسيه عملنا اسوار. طب هنا لا هينفع نعمل اسوار ولا هينفع نعمل محور جديد ونشيل بيوت؟ قولا واحدا. مصيبة السوداء ان حتى الكوبري لما اتعمل اللي هو حسب الله الكفراوي ده وصرفوا عليه 1,200,000,000 جنيه، وفتحوا السيسي بنفسه وامر انهم يعملوا اخواته الاربع كباري، كمان اكتشفوا انه بعد ما عملوه في خطا تصميم. قال لك خطا تصميمي يهدم جسرا مصريا في زهراء المعادي. ايه الخطا ده؟ حط لي كده التغريده لو عندك بتاعه احد سكان المنطقه. قالت لك ان الكوبري فتحوه وبعد شهرين اهو. دي غاده عبد العال بتقول عندنا في زهراء المعادي بيعملوا محور كبير اسمه حسب الله الكفراوي، مكون من عدد من الكباري والطرق الجديده.
ابتدوا يعملوه من 6 شهور، فتحوه من شهرين، بيكسروه النهارده لان مع الاسف اكتشفوا ان فيه خطا فني واليوتيرن مش معمول صح. النهارده عندنا 600 اسره، الناس دي يا اما في الشارع يا اما هتبقى في الشارع، يا اما هيتخرب بيته الدكان بتاعه مره واحده، هيبقى قدام عمود الكوبري او الجراج او المخزن بقى تحت الكوبري او الشقه الاولى والثانيه والثالثه. 600 اسره بتطالب بتعديل مسار كوبري تقاطع محور الكفراوي بزهراء المعادي اللي النهارده سموها زهراء الكباري لانها بتهدد حياتهم ومستقبلهم ومستقبل ولادهم. معايا فيديو، لما تشوفوا شغل كده الفيديو. الفيديو ده مش من الاراضي المحتله ولا جرافات الصهاينه وهي بتهد بيوت الفلسطينيين، الفيديو ده من واحده من المناطق الراقيه في بلدنا زهراء المعادي واللي مع الاسف اتحولت لهدم وردم بالشكل ده. شغل الفيديو لو في صوت. مصيبة السودة ان الهد اللي حضرتك شايفه ده، الرصيف والاسفلت ده معمول بقاله اقل من سنة. معايا تغريدة لاحد سكان زهراء المعادي ايناس عبد الوهاب بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، عايزة فلوسي اللي اهدرت في الاسفلت للشارع. حط لي كده الخبر التغريدة اللي بعده اكون شاكر. الست بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، عايزة فلوسي. ليه عايزك فلوسك؟ قالت لان قبل اقل من سنه عملوا الرصيف والاسفلت ده وفتحوه. طب النهارده بيعملوا ايه؟ النهارده بيهدوه عشان يعملوا كوبري. طب انت صرفت فلوس وجددت الطرق وجددت الرصيف ورصفت وعملت كل حاجه، النهارده بتهده تاني عشان تعمل كوبري، وبعد شهرين بتهد الكوبري تاني لانك اكتشفت ان الكوبري فيه غلط. طب ده يرضي مين؟ طب مين هيحاسب؟ مين هيدفع الثمن؟ مين هيحاسب على المنظر ده؟ بالمناسبه المنظر ده قدام منازل زهراء المعادي، متخيل تبقى ساكن في بيتك وتفتح بلكونتك تلاقي المشهد ده؟ ليه؟ كنا في خلصه، ما كناش في حاجة كوبري المنطقة دي، لاهي زحمة؟ يعني عمري ما شفت المعادي زحمة بصراحة يعني. ماشي منطقة الأوتوسترات دي زحمة ماشي، لكن المعادي نيركو زهراء المعادي زحمة عشان تعمل لها محور 16 حارة وأربع كباري. ليه؟ ايه السبب يعني؟ ايه الفايده او ايه القيمه المضافه من هذا المحور للنهارده؟ عندنا تغريده، التغريده مش موجوده يا شباب. طيب ايه القيمه المضافه من انك بتعمل محور، تعمل محور بيهدد 600 اسره وهتهد 70 عماره والناس هتزحقها في عيشتها؟ مش فاهم يعني، الا اذا كنت انت بتعمل مشاريع تاخد من وراها ملمين وبتشغل اي حد.